اهلا بحضراتكم. اليومين اللي فاتوا ابتدت بعض المدارس انها تدرب طلابها في سنه اولى اعدادي على نظام البابل شيت، ده طبعا عشان تعرفهم ازاي يقدروا يتعاملوا مع النوعيه دي من الاسئله اللي بتقيس مستويات التفكير المختلفه واللي كنا فعلا محتاجينها في يعني السنين ايه اللي هو فاتت. البابل شيت؟ انا عاوز اسال السؤال ده. نقدر نسال يعني عندك انت اجابه ليه ولا الدكتوره إلارية هي اللي هتقول لنا الاجابه طيب خلونا كلها. نعرف تفاصيل اكتر عن البابل شيت من خلال الدكتوره إلاريا عاطف زكي، خبيره المناهج وطرق التدريس. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير يا احمد، وصباح الخير يا منى، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. يعني يا دكتور بنكبر الموضوع قوي، وبابل شيت و يعني اساليب جديده في التعليم ما كانتش على ايامي، فانا عاوز اعرف، يعني معلش اعذري جهلي، وعاوز اعرف البابل شيت ايه اختلافه عن طريقه الاسئله التقليديه اللي كانت موجوده قبل كده في المدارس. احنا بنحاول ندرب ولادنا على انماط كتير من الاسئله زي الاسئله الموضوعيه. نعم. الاسئله الموضوعيه هي الاختيار من متعدد، فبالتالي احنا محتاجين ولادنا يتدربوا على ازاي يختاروا من متعدد فرق البابل شيت. الموضوع سهل خالص وبسيط. طب ما هو اختيار من متعدد يا دكتوره، يعني الموضوع عادي اتربينا عليه وعارفينه يعني. بالظبط، لكن الفكره هنا بس في نمط السؤال، انه دلوقتي بيخاطب مهارات تفكير عليا، يعني بيحاول يخاطب مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والتقييم والابداع عند الطالب. احنا زمان كنا اختر من متعدد، ده كنت تذكر. صحيح. احنا بنحفظ السؤال وزي ما بيجي بالظبط بيجي في الاختيارات من متعدده، فاحنا كنا بنعرف بالشبه كده، الجمله دي تتكمل بالكلمه دي يبقى هي دي الاجابه صح. لكن الموضوع دلوقتي بقى مختلف شويه، لان احنا بنعد جيل قادر على التعامل مع الثوره الصناعيه الرابعه، فبالتالي ما ينفعش اعده بمهارات الحفظ والتلقين. صحيح. زي ما كنت بتعلم انا وحضرتك وكثير من اللي بيسمعونا دلوقتي. فاحنا محتاجين ولادنا يفكروا بشكل ابداعي، بشكل ابتكاري، بشكل فيه فهم وتطبيق بشكل كبير لمهارات حياتيه. فعشان كده احنا محتاجين ولادنا يتدربوا على النمط ده من الاجابات والاسئله علشان يقدروا يواجهوا بقى ده في الثانويه العامه، وما نسمعش بقى الصرخات بتاعه اولياء الامور، احنا اول مره ولادنا يمسكوا بابل شيت، احنا اول مره نشوف النوعيه دي من الاسئله. صحيح. لا، ولادنا هيتدربوا عليها من اول اعدادي، وهيتم غرسها بشكل معين طبعا بشكل علمي وتربوي سليم وفي قياس وتقويم بشكل عالي جدا، علشان نضمن ان ولادنا مؤهلين للاجابه بالشكل ده في مرحله مهمه زي الثانويه العامه. دكتورة، الميكس اللي حاصل في استخدام نظام البابل شيت، الميكس ما بين الأسئلة المفتوحة اللي كنا متعودين عليها عشان كل واحد يقدر يبدع، وما بين الاختيار المتعدد أو المالتيبل تشويس في الخيارات، يعني الاختيارات اللي موجودة كلها إجابات مفتوحة وبتعتمد على تركيز وفهم الطالب. هي مش إجابات مفتوحة، هي بتبقى اختيار من متعدد، يعني هيختار من ألف ب ج د، هو ده الاختيارات من متعدد أو الأسئلة الموضوعية اللي بنقول عليها. لكن إحنا أنا أتخيل إنه طبعا إحنا مستحيل نبعد عن الأسئلة المقالية، لأن أنا برضو محتاجة مهارات الإبداع تبان عند الولاد في شكل كتابات إبداعية. فده موجود وراسخ جوه التقييم بتاع ولادنا في مرحلة التعليم الأساسي بالتحديد، لأنه مستحيل اقول الولد في اولى اعدادي عنده 12 سنه انت مش هتجاوب بشكل كتابي ومجرد ان انت هتظلل الاجابه. صحيح. الصح. لا، انا محتاجاه يفكر ويبدع ويكتب، علشان انا شخصيته هتبان في الكتابه، فاقدر اعمله عمليه تقييم وتقويم. لو عنده قصور في مهارات القراءه والكتابه اقدر اكتشفها واعالجها، لو عنده قصور في مهارات التفكير بشكل ابتكاري وابداعي ومقالي اقدر اعالج الموضوع. صحيح. ده بشكل كبير جدا قبل ما يوصل لمرحله هيبقى صعب فيها العلاج. نعم. طيب دكتور، عاوزين نعرف من حضرتك بقى مردود ده على يعني الطلاب، يعني هذا النوع من الاسئله تحديدا الاختيار من المتعدد او البابل شيت انعكس ازاي على الطلاب ايجابا، وخصوصا طلبه الصف الاول الاعدادي؟ هو خلينا نقول ان الموضوع لسه ما تمش تطبيقه، فبالتالي مش هنقدر نقيس التجربه على الصف الاول الاعدادي. خلينا نشوف التجربه بعد تطبيقها ونبدا نقيس ده بعد التطبيق مباشره. يعني ما اتعملش حتى يا دكتور ولو عينات زي ما احنا بنقول قياس الاثر؟ هو اتعمل في بورسعيد في الشهاده الاعداديه السنه اللي فاتت، وتم تطبيقها كمرحله يعني زي تجريبي كده. نعم. بورسعيد في ثالثه اعدادي قرر المحافظ انه الاجابه هتكون في بابل شيت، مش هتكون في وده قرار على فكره كان قرار محافظ بالتعاون. صحيح. مع مدير مدرسه التربيه والتعليم في بورسعيد. وتم تطبيق التجربه دي كتجربه فريده، يعني ما فيش حد في محافظات الجمهوريه غير لم تكرر من قبل.
بالظبط كانت على مرحله التعليم الاساسي دي اول مره بصراحه. نتائجها كانت ايه بقى يا دكتور؟ كانت بدايتها في ثالثه اعدادي. لا النتائج، النتائج بتاعت النتائج التجربه برضو انا مش هقدر اقيس اثارها لسبب انه الولاد دول امتحنوا ثالثه اعدادي وبعدين دخلوا اولى ثانوي هيجاوبوا بشكل برضو في بابل شيت، يعني هيجاوبوا بشكل اختياري في شكل كبير قوي. لكن انا اقدر اقيسها امتى؟ اقيسها على احنا مش عارفين نعرف هتقدري تقيسيها امتى دكتوره. هو في مشكله في الصوت كان قطع دكتوره، من فضلك لو نعيد تاني. انا ما اقدرش اقيسها على التطبيق اللي حصل في بورسعيد، اقدر اقيسها على التطبيق اللي هيحصل على محافظات الجمهوريه من اول اولى اعدادي. طب معلش يا دكتور انا اسف معلش يعني لو كنت رخم في النقطه دي، ليه مش هقدر اقيسها على الناس اللي طبقت عليها في بورسعيد؟ يعني هو انا لما باجي اعمم تجربه بعد ما بطبقها ولقيتها عملت نجاح، فبالتالي بقول ان احنا نخلي اولادنا كلهم واخواتنا يخضعوا لهذه التجربه لانها تجربه مميزه او مميزه وكانت نتيجتها اثرت على ارتفاع مستوى مثلا ذكاء الطالب لنسبه بتقدر بقد كده. النهارده انا بعمم تجربه وانا لسه ما عنديش قياس اثر ليها او مدى نجاحها كان قد ايه؟ كلام حضرتك مظبوط جدا، ان احنا محتاجين نقيس اثر التجربه في بورسعيد علشان نقول اه فعلا الاولاد اللي اخضعوا للتجربه دي كان نسبه تفكيرهم في مهارات التفكير الابداعي والابتكاري بتعادل مثلا 75% مقارنه بزمايلهم في باقي المحافظات، لكن ده ما حصلش. يعني قياس اثر التجربه في بورسعيد ما حصلش. نعم. مفيش اداه قياس قاست ده. فاحنا محتاجين بقى لما يتم تعميم التجربه، اكيد التجربه دي هيبقى ليها ادوات قياس وتقويم. نعم. علشان لما ابدا مع الوحده الاولى واطبقها على اولادي بنظام البابل شيت، هاجي اقيس بعض المهارات المكتسبه عند الولاد في الوحده الثانيه واشوف المقياس الاول القبلي كان ايه والبعدي كان ايه، وبالتالي اقدر استخلص نتائج المقياس واقول اه الولاد دول نما عندهم مهارات التفكير الابداعي بنسبه 15%. صحيح. الابتكاري كان بنسبه 10% اقل بشويه. فهنا علشان اكمل التجربه انا لازم اسدد قياس وتقويم يكونوا موجودين جوه التجربه علشان يعملوا اختبار قبلي يقيسوا مستويات التفكير عند الولاد، وبعد التجربه يقيسوا اختبار بعدي ونقيس بقى الفرق بين الاثنين عشان اعرف نسبه التغير في مهارات التفكير عند الولاد ايه. لكن ده ما حصلش في بورسعيد. في بورسعيد اكتفينا ان احنا نعمل التجربه بشكل احنا هنعمل بابل شيت. طب عملنا بابل شيت، جبنا الولاد وعملنا اختبار قبلي وبعدي عشان اشوف مهارات التفكير عندهم وصلت لفين؟ لا ده ما حصلش. فبالتالي التجربه في بورسعيد لم تكتمل. لا. احنا بقى انا يعني اكاد ان اجزم ان الموضوع خارج من مركز التقويم التربوي، فبالتالي ادوات القياس والتقويم محدده بشكل كبير جدا، العاملين على المنظومه مرتبين بشكل كبير جدا طبعا وممتلكين ادواتهم ومهاراتهم. فبالتالي هيبقى في اختبار قبلي وهيبقى في اختبار بعدي وهيبقى في قياس اثر كل فتره او كل وحده دراسيه علشان نعرف ايه اوجه القصور والقوه ونقدر نقف على جوانب الضعف في التجربه ونقدر نقويها. نعم اكيد بالتوفيق لكن دايما. لكن هي تجربه ان شاء الله يعني نتمنى لها النجاح ان شاء الله. نتمنى لها النجاح يا رب. كل الشكر ليكي دكتوره إيلاريا عاطف زكي خبيره المناهج وطرق التدريس، شكرا جزيلا لحضرتك.